وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب مدير منظمة سيريا شيرتي علي علاوي. أهلا بك سيد علي. سيد علي، ما هو عدد المراكز الطبية والإغاثية الخارجة عن الخدمة بفعل القصف؟ وهل هناك إحصائية دقيقة لعدد المتضررين من توقف المراكز الإغاثية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تقدم قوات النظام على الملاح وقطع طريق الكاستيلو الشريان الوحيد لمدينة حلب، حوصر أكثر من 400 ألف شخص داخل مدينة حلب، تعمد بعدها طيران الروسي والسوري تكثيف المنشآت الخدمية والطبية، مما أدى إلى خروجها بشكل كامل عن الخدمة، ما زاد من معاونات المدنيين والتي هي تعاني أصلا من نقص المواد الطبية والكوادر بسبب رصد النظام طريق الكاستيلو من أكثر من شهرين وحصاره فعليا. أما بالنسبة للقصف على مدينة نعم سيد علي، هل تسمعني؟ نعم أسمعك أسمعك. نعم. أما بالقصف، أما آخر الإحصائية التي وصلت من الشهداء على قصف مدينة الأتارب، طبعا الإحصائية الأولية 15 شهيد طبعا، وتدمير السوق الرئيسي لمدينة الأتارب بشكل كامل، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى وخروج عدة مؤسسات خدمية في مدينة الأتارب عن الخدمة، منها مشفى الأتارب الرئيسي. نعم. طيب، هل لك أن تضعنا في صورة الأوضاع خلال 18 يوما من الحصار؟ وهل تواصلت معكم أي من الجهات الدولية لتقديم أي مساعدات للمحاصرين؟ حاليا تفتقد مدينة حلب إلى كافة المواد الغذائية والطبية، بالإضافة إلى المواد الرئيسية من خبز وطحين ومحروقات، ولم يتم التواصل مع أي جهات ولم تتواصل معنا أي جهات دولية حاليا لإدخال أي مساعدات إلى مدينة حلب. نعم، شكرا لك السيد علي علاوي، كنت معنا من حلب.